من جهته أثنى الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجهود التي يبذلها محافظ صلاح الدين والقيادات العسكرية والأمنية والدوائر الخدمية لمواجهة أزمة الفيضانات، وهذا يدل على الشعور الوطني الذي يؤمنون به. الحمد لله ما وجدنا من اهتمام من كل المسؤولين، سواء من الأخ المحافظ إلى مسؤول الموارد المائية على الجسور أو من القوة العسكرية والشرطة وقائم مقام سامراء، يد واحدة متعاونة متكاتفة من أجل خدمة هذه المدينة العزيزة المهمة التي يرتبط بها أمن العراق واستقرار العراق. فأولا نقدم الشكر لهم على هذا الاهتمام، والحمد لله كانت المعلومات مطمئنة على أن ما موجود من زيادة في المياه لن يؤثر على هذا السد أو على الناظم، وهناك أيضا مجال لاستيعاب أكثر. في الحقيقة نقدم الشكر لكل الأخوة الأعزاء ابتداء من المحافظ وباقي المسؤولين الموجودين على هذه الهمة وهذا الشعور وهذا الحضور، دلالة على الشعور الوطني العام. كما تعرف أن قضية الفيضان أو المياه أو سامراء كلها تؤثر على وضع العراق ككل، وبالتالي هو عمل لخدمة جميع العراقيين وليس خاص في قضية سامراء أو صلاح الدين.